هذا الشيء ما لازم يخلص بهي الطريقة. شو هو الشيء اللي ما لازم يخلص بهي الطريقة؟ اللي ما لازم يخلص بهي الطريقة الشغل. الشغل هو اللي ما لازم يخلص هيك. هلا كنتي عم تقولي انه مو هامك الشغل؟ لا مو هيك قصدي، قصدي اللي قصدي اقول لك اياه انه حتى لو كانت هي اخر مرة رح نشوف فيها بعض فانا ما بدي اياك تتذكرني بهي الطريقة البشعة. خلينا ما ننسى انه الكندرة كانت بامانتك. بعرف وبعرف انه الكندرة كثير مهمة، بس انا كمان مالي غبية لدرجة اني اسرق الكندرة وجيب لك الصندوق لعندك. انا ما عملت هيك، انا ما بعمل هيك شيء بشع. ولو انا بدي اسرق الكندرة ما بجيبها لعندك، بقول لك اني ضيعت الصندوق، بقول لك اني ضيعت الكندرة مثلا بالسيارة، شو بيعرفني بلاقي لي شيء كذبة. كثير ذكية الفكرة. شان الله فهم. أنا ما سرقت. مو هيك تربيت؟ قلي قلي إنك مصدقني. إذا بدك تعصب عصب، فش قهرك، كاوي اللي بدك إياه. بس قلي إنك مصدق إنه أنا ما سرقت الكندرة. عم خسرنا شيء كثير مهم إذا ما أدري هالشيء. الكندرة كانت أهم من ما بتتصوري. بعرف وعدت حالي ما ابكي، بس لا تبكي. تفضلي. واو شو عنيده انت العنيد. انت العنيد اللي بتحكم على العالم من بعيد بدون حتى ما تتاكد من الحقيقه. تعرف شو انت؟ مثل دارت بطل الكبرياء والهوى، انت مثله تماما، بتشوف القصص من وجهه نظرك وبس. حتى اذا عرفت انك غلطان ما بتعترف، غرورك ما بيسمح لك. واليزابيث كان معها حق بالفيلم وقت اللي قالت انه الرجال ما بيدمرون غير عندهم وغرورهم. معك حق، يمكن معك حق. من بكره بترجع على الشغل. انا ما اجيت مشان الشغل. سما خلص ما تروحي. سألت عني حرامية. حرامية سما